こんにちは、かなやんです。こんにちは、かなやんです。アサラマアレイコム。イスミカナヤンはアナヤバニ。ワウカディムラコムフィハディヒルカナトマリファはマルマダアニルロアディヤバニア。ワハズリヤムサファーテハデサンナハズルモードタアルロムロアディヤバニアビドゥニカンジ。ワリアナニアナトラッカイトミヌワヘドミナルムシャヒディナアスアル、イザカナムムキナナタアルムロアディヤバニアビドゥニマリファディカンジ。ワサファウジブイラリハザスアル。わいざ来るとあんなティジャフィルビダイアハザナームムムキンナームムムキンまだみなダリールインナハナカマサランアトファルリアバニインカブラドホーリーラルマドラサはラヤクラウナハッタラファカット漢字はハッタヒラガナラヤクラウナはヨタハッタスナビリアバニアアリアンはさまあ、いざさあらいざかの無菌なんあらやなくるなんはなんかあざらしさファカテあるやばにやわきなフィアイマカヌフィラアラムあらファルカブラドコリラルマドラサやタダスナビハディヒロガはあるマダリスリラファルあるマダリスリビティナイイビティダイヤあらアサシアナハハディヒラファルやタダスナビハディヒロガラトゥジャズ、ラトゥジャズ、マドラサ、おなか、ユムキナのヤドルスル、ファル、アラティラ、ユムキナにやったはです、ビハリヒロが。わ、ハザホは、リジャババスイタジッタン、わらきならアムラハザライザバスイタジッタン、リザリカナウカディマアリアム、アルワヘビデオハスリハズル、ハズルマウドゥ。フィルビダイア、アライアン、アシラ、ハザラ、アムラ、カリマトル、アサシア、カリマトフィムスタワ、アリア。ハザラ、ファルクは、ハドゥダ、ハザラ、レサ、ドゥアリハ。ウラキナ、マウジュダ、フィアイロガ、マサラン、カリマヤド、サマ、アルド、ワビント、ワマサ。ハリラシア、マウジュダ、フィアイマカネフィラアラム。لا تتعلق بالعلاقة بالثقافة أو الحضارة أو العلوم وهذا للإنسان للإنسان هذا أشياء بسيطة ومشتركة لكل الأشخاص ولكن هذه الأشياء مثلا هذا الاستراتيجية انتخاب وتنظيم وتدقيق الحساب وهذا شيء حاجة أخرى هذه المصطلحات المتعلقة بالثقافة أو الحضارة مثلا إذا كان هناك شخص يعيش بطريقة تقليدية في قرية صغيرة مثلا في لا أعرف بالضبط مثلا في إفريقيا هناك أنا يمكن أتخيل كذلك وإذا كان هناك قرية صغيرة ويعيشون الناس بطريقة تقليدية عندهم يمكن أتخيل أنهم يعرفون هذه الأشياء وموجودة هذا يعني موجودة كلمة في هذه اللغة التي تشير إلى هذه الأشياء ولكن من الممكن أن الكلمات هذا غير موجودة في هذه اللغة إذا كان هذا الناس يتحدثون لغة خاصة في هذه القرية ولست متأكد إذا كان هؤلاء الناس موجودة في الواقع في إفريقيا يمكن أن نتخيل هذا ويمكن أن نتخيل هذا إن هناك قرية صغيرة ويتحدثون هناك توجد لغة خاصة لهذه القرية متحدثة فقط في هذه القرية والناس في هنا يتحدثون بهذه اللغة ولكن شخص ما الأشخاص شخص ما يعيش في هذه القرية وأحيانا يسافر إلى العاصمة هذا البلد ويذهب إلى الوزارة أو شيء مكان أخرى وهم يتحدث في هذا المكان يتحدث بلغة رسمية هذا البلد يعني هذا الشخص يعرف لغة هذه القرية ولغة رسمية هذا البلد وعندما يخرج من هذه القرية يتحدث بلغة رسمية أو من الممكن لغة الإنجليزية الفرنسية أو حتى العربية وعندما يعود إلى القرية وبين الأصدقاء والعائلة يتحدث بلغة خاصة
وفي هذه الحالة في هذه اللغة الخاصة موجودة هذه القيمة، ولكن هذا غير موجود لأن عنده يحتاج إلى يناقش ويتحدث عن الأشياء غير عادية، غير من بعيد عن الحياة العادية، يتحدث بلغة أخرى، وهذا ممكن أن يكون هذا. ولذلك هناك توجد كلمة أساسية وكلمة في مستوى عالية. لست متأكد إذا كان هذه العبارة مناسبة، ولكن سأكتبها كذا، لا يمكن، لا أعرف عبارة أخرى. وبالنسبة للغة اليابانية، عندما سنرى تاريخ اللغة اليابانية قليلا، في القرن الرابع والثالث أقدم، اليابان كان في هذا الحال. في اليابان لم تكن في ذلك الوقت حضارة، واليابانيون عاشوا بطريقة تقليدية بسيطة، وأكيد إن في اللغة اليابانية في ذلك الوقت هذه الكلمات كانت موجودة، ولكن قبل أصول الحضارة الصينية هذه الكلمات غير موجودة في اللغة اليابانية. وبعد أصول أو عندما اليابانيون درسوا أشياء كثيرة من الحضارة من اللغة الصينية ودرسوا و حصلوا على هذه المصطلحات. وهذا هو تاريخ اللغة اليابانية. وفي ذلك الوقت فقط في اللغة اليابانية موجودة هذه الكلمات، هذه مجموعة من الكلمات وغير موجودة هذا. وعندما سنرى اللغة اليابانية المعاصرة فيها الكلمات، ثلاث أنواع من الكلمات، هو واغو كانغو غايرايغو، واغو كانغو غايرايغو، وهذا نهاية غو، دائما هناك غو هنا، واغو هذه بمعنى كلمة أو لغة، في هذه كلمة. وهذا غايرايغو هذا هو واضح، هو مثلا ريستوران الكول روبوت، هذه كلمة تسمى غايرايغو، وهذه كلمة أجنبية بدون من اللغة الصينية. مثلا ريستوران هذه من اللغة الفرنسية، الكول هذا من العربية، وهناك يوجد تغير الأصوات، لكن هذا لا شيء. الكول من اللغة العربية، وروبوت هذا من اللغة التشيكية، وهذه هي غايرايغو. وبدون هذا غايرايغو واغو أكانغو، وعندما مثلا نفكر اللغة اليابانية في القرن العاشر، واغو هو هذا وكانغو هي هذا، لأن هذه الكلمات من اللغة الصينية، لأننا درسنا كثيرا ما من الحضارة الصينية واللغة الصينية، وحصلنا على هذه الكلمات من اللغة الصينية، ولذلك هذا شيء أخرى أشياء أخرى من المصطلحات اليابانية الأساسية. ولذلك هناك توجد واغو أكانغو. والمهم هو أن تركيب الكلمة تكوين الكلمة، هذه الكلمة هذا كتبت باللغة العربية، هناك لا نرى هذا الفرق، ولكن تكوين أو تركيب الكلمات كل واحد من الكلمات وتركيب هذه الكلمات هناك فرق، لأن هذه الكلمات على أساس أصوات اللغة الصينية، وهذا على أساس أصوات اللغة اليابانية. ومن بعد ذلك في القرن التاسع عشر، حتى الوسط القرن التاسع عشر كان اليابان، لست متأكد إذا تعرفون، كان اليابان مغلق للأجانب، هناك لا توجد اتصال مع البلاد الأجنبية. ولكن في وسط القرن التاسع عشر وصلوا الأوروبيون والأمريكيون إلى اليابان، واليابانيون فتح الباب أمام الأجانب،
وبدأ أن يتعلم أشياء كثيرة من الثقافة الأوروبية وأمريكية أمريكا ربما تنتمي إلى أوروبا في بالنسبة للحرارة ولأن في ذلك الوقت كانت الحضارة الأوروبية كان متقدمة أول متقدم في العالم ويابانيون درسوا كثيرا ما من هذه الحضارة وعندما ندرس أشياء جديدة هذا يعني سيأتي شيء جديد الذي غير موجود من قبل الذي لم يكن من قبل مثلا هذا الثلاجة هناك لا ترى لكن هناك ثلاجة ثلاجة غير موجودة في مثلا في القرن العاشر ولكن الآن موجودة وعندنا في اللغة اليابانية موجودة كلمة ليزوكو التي تشير إلى المثلج هذا يعني هذه الكلمة أكيد في القرن العاشر غير موجودة ولكن الآن موجودة هذا يعني في وقت ما شخص ما قوّن هذه الكلمة لأن هذه الكلمة لم تكن موجودة ولكن الآن موجودة هذا يعني في وقت ما في الماضي شخص ما قوّن هذه الكلمة وعندما درس يابانيون أشياء كثيرة من الحضارة الأوروبية يابانيون قوّنوا عدة كلمات عديدة التي تشير إلى الفكريات والأشياء الجديدة التي حصلوا عبر هذه الحضارة والمهم هو كيف قوّن هذه الكلمات كيف قوّن اليابانيون هذه الكلمات هناك تقريد طويل في اللغة اليابانية من القرن السابع أو الثامن الأشياء البسيطة الأساسية بتركيب اللغة اليابانية والكلمات في مستوى عالي بتركيب اللغة الصينية ولذلك للفكريات والأشياء الجديدة عبر الحضارة الأوروبية قوّن اليابانيون كلمات جديدة على أساس تركيب اللغة تركيب الكلمات الصينية تركيب الكلمات الصينية وهذا يعني هناك أصوات خاصة أصوات المستعمل في هذه ولكن المهم هو أن اللغة الصينية هناك فرق كبير بين اللغة الصينية واليابانية أنا تحدثت عن هذا الموضوع في الماضي في فيديو ربما في الفيديو الثالث أنا أترك هنا عندما تذهب إلى اليمين في فوق هناك تجد الرابط هذا الفيديو وأنا أتحدث عن العلاقة بين اليابانية والصينية والكورية وبالنسبة للأصوات اللغوية الصينية واليابانية هناك فرق كبير جدا وأشياء كثيرة في اللغة الصينية نحن نسمع بصوت واحد هناك أصوات مختلفة ولكن نحن نسمع صوت واحد لذلك الكلمات بتركيب اللغة الصينية في اللغة اليابانية يعني كانغو هناك أصوات محدودة جدا هناك أصوات محدودة تستعمل أصوات محدودة جدا وهذا يعني كلمة واحدة النطق واحد مثلا هذا عنده عدة معنى هذا ربما هذا ربما تفهمون هناك أصوات قليلة وتكون كلمة يمكن أن نكون النطق كلمة بنطق محدودة وهذا يعني كلمة واحدة النطق واحد عنده عدة معنى وهذه الكلمات التي نكون في من الوسط القرن التاسع عشر على أساس تركيب اللغة كلمات الصينية وهذه أيضا تنتمي إلى كانغو لأن هذا تركيب هذه الكلمة نفس عنده نفس التركيب مثل الكلمات القديمة التي حصلنا عليه من اللغة الصينية ولذلك هذا واقع هذه الكلمات
Kalimat bi terkib kalimat yabaniya wa kango hiya kalimat mina logatis ini ya wa aidan kalimat mukawina fili yaban ara asasi terkib sautiya logatis ini ya wa masalan iza aina hada kango ana naka katabtu wahid misal masalan kalima koujou hada kalima wa naktubu hiragana hakaza walakin indama naktubu bi kanji هناك توجد أربعة وتوجد في واقع أكثر أنا لم أكتب هنا ومعنى هذا كوجو بمعنى عندما نكتب هكذا هذا مثنى وعندما نكتب هذا هو تحسين وعندما نكتب هكذا هو ثابت وعندما نكتب هكذا هو كلمة مقدمة هذه هي الكلمات مثلا في بداية مثلا برنامج تلفزيون في حاجة أخرى وكل هذا نكتب بكنجي بطريقة أخرى ولكن كل هذا نقرأ كوجو بنطق واحد وعندما شخص أجنبي يدرس اليابانية لغة اليابانية ولا يعرف كنجي وعندما يدرس هذه الكلمة هذا ربما في البداية سيرتقي بالكلمة بمعنى هذا وفي المستقبل سيرتقي بمعنى أخرى وأخرى أخرى وهذا من الصعب أن يفسر هذه الكلمات بدون معرفة كانجي وعندما نعرف كانجي عندما نرى هذا واضح مثلا بالنسبة لكانجي أنا هذا أيضا أشرحت في فيديو أنا لست متأكد سوف أترك هذا أيضا رابط هنا في فوق يمين وكانجي لكل واحد من كانجي معنى لذلك مثلا هذا الكلمة الكانجي أولى هذا بمعنى هذا النطق هو كو هذا أيضا كو ولكن هذا الكو بمعنى صنع يصنع وهذا جو هذا جو ولكن هذا جو بمكان بمعنى مكان هذا صنع يصنع مكان هذا هو مصنع ولكن عندما نرى هذا شيء آخر هذا اتجاه وهذا فوق اتجاه على فوق هذا يعني تحسين وهكذا عندما نعرف كانجي من الأحسن أو أسهل أن نتذكر ونفهم المصطلحات الجديدة بالنسبة للكلمات في مستوى العالية لأن هناك عدة كلمات بنفس النطق وعدة معنى هناك غير موجودة هذا نفس النطق وعدة معنى لأن هناك أصوات محدودة ولكن غير محدودة مثل هذا هناك عدة أنواع من الأصوات يمكن نكون الكلمة بشكل مختلف ولكن في بطريقة لغة صينية هناك الأصوات المحدودة وكلمة نطق واحد هذا عنده عدة معنى وهذا نفسر بكتابة كانجي تفهمون ومن هذا السبب من الممكن أن ندرس اللغة اليابانية بدون معرفة كانجي ولكن عندما سنصل إلى مستوى عالي بدون كانجي هناك صعوبة ربما أكبر من التعلم الكانجي وهذا هو النتيجة أو كل شيء والنتيجة هو إذا سأل هل ممكن أن نتعلم اللغة اليابانية بدون كانجي هذا ممكن ولكن في مستوى عالي ستكون صعوبة كبيرة وشكرا جزيلا على مشاهدة هذا الفيديو وكما قلت عدة مرات في هذه القناة في فيديوهات هذه القناة أنا أقدم لكم معرفة ومعلومات هذا اليوم أيضا أنا قدمت معرفة عن اللغة اليابانية وعندما تريد أن تتحدث تستطيع أن حديث اللغة اليابانية تحتاج إلى الممارسة وتحتاج إلى أن تحصل على شخص آخر شخص يدرس اللغة اليابانية يمكن أن تحاول أن تتواصل باللغة اليابانية بهذه الطريقة يمكن أن تقوم بالممارسة وإذا شخص ما يهتم بطريقة بدروس فردية
ويمكن أنا يمكن أن أقدم لكم هذه الدروس، ولكن هذا سيكون مدفع. وإذا شخص ما اهتم بدروس فردية، اكتبني من فضلك إلى العنوان الكهربائي، سأتركها في مكان التعليق، وأكتبني رسالة وسوف أتصل بكم وأقدم لكم معرفة عن الدروس. وشكرا جزيلا على المشاهدة، وهذا كل شيء أريد أن أقول في هذا الفيديو، وسنلتقي في الفيديو المقبل. إلى اللقاء.